اوكي ذا بريزنت بيرفكت مضارع تام. ايش نقصد بيه مضارع تام؟ زمن المضارع التام present perfect tense. ما هو المضارع التام وماذا نعني به؟ What do we mean by the term present perfect؟ هو الزمن الذي نستخدمه لتحدث عن الحدث أو فعل حدث قبل فترة، وهذه الفترة غير محددة، أي قبل ساعة، قبل يومين، قبل سنة إلى آخره. وهذا الحدث ما زالت آثاره ونتائجه متبقية إلى الآن. إذا الحدث لابد أن يكون فعل وقع أو حدث قبل فترة غير محددة، وقد تكون أحيانا محددة، ما زالت آثاره هذا الفعل أو الحدث باقي إلى الآن. نورة read this book. It is very nice. حلا I have read it already. كيف تقوم بصياغة الزمن المضارع التام؟ How to form present perfect tense. عموما نضع المضارع التام عن طريق أولا وضع فعلين has و have. طبعا استخدام have مع الجمع، يعني ضمائر الجمع اللي هي they we، ضمائر الجمع اوكي، has مع ضمائر اللي الفاعل يكون مفرد، مثلا علي، سهى، هي، شي، ات، اوكي has. وراها طبعا تكون الصيغه تصريف الثالث للفعل، يعني عندنا has have زائد الفعل الرئيسي يكون بتصريف الثالث. اوكي نقسم الصيغه الى قسمين، الhas قسم الاول has اللي هو ياخذ الفعل المساعد هي شي ات، تاخذ has، والسبجكت حيكون هي شي ات has زائد verb حيكون تصريف الثالث للفعل، مثلاً she has written her homework مثلاً. إذن أولاً نضع الفاعل اللي هو he she it الفاعل، وقد يكون الفاعل ثلاث ضمائر سابقة اللي هو إما هي أو she أو it. بعدين الفعل الرئيسي تكون بصيغة التصريف الثالث للفعل. أمثلة she has learned French already. She or he has lost his key. القسم الثاني اللي هو have. هسا احنا خلصنا يعني شرحنا ال has اللي هو مفرد تأتي مع ال he she it. القسم الثاني have نستخدمه طبعا مع I you we they. عندنا تكون القاعدة من subject have تصريف الثالث للفعل اللي هو الفعل الرئيسي verb. أولا نضع الفاعل اللي هو I have I we they we ويو، وبعدين الفعل الرئيسي have وراها الفعل الرئيسي. example أمثلة I have met اللي هو الفعل الرئيسي ما تميت مضارع، لكن بتصف ثالث الفعل حتكون met. many people since I came here in June. so تربطنا بين جملتين. okay الجملة الأولى طبعا هنا تربطنا أداة الربط linking verb since. we have been here for 2 weeks. أو they have studied the lesson very good. متى نستخدم الزمن المضارع التام؟ When to use the present perfect tense. في حال التعبير عن حدث أو نشاط مستمر، وهذا الحدث بدأ في وقت معين في الماضي واستمر إلى وقت الحاضر، أي في زمن التكلم. عندنا since في هذه الحالة عادة نستخدم حرف جر اللي هو since. أوكي. مثال I have met many people since I came here in June. اوكي جون اللي هو واحد من اشهر السنة. he has spoken اللي هي الفعل الرئيسي مالته مضارع speak English since he was child. اوكي التعبير الثاني او استخدام الثاني للمضارع التام اللي هو في حالة التعبير عن الحدث او نشاط استمر منذ زمن او وقت ماضي. الامثلة عليها اللي هو for وقت غير محدد، طبعا since لوقت محدد هو for لغير محدد. he has studied English for a long time. ما حدد لنا اياها ورا for، ما عندنا يعني تحديد للوقت or for several years. ثالثا للتعبير عن الحدث او نشاط حدث مرات عده او اي حدث احداث يعني متكرره في الماضي الى وقتنا الحاضر. he had played football for time to time. He has appeared on television occasionally. رابعا في حال استخدام او استعمال الرابع للمضارع التام في حال تعبير عن حدث او نشاط قد انتهى منذ فترة قصيرة جدا قبل وقت التحدث. امثلة he has just left.
he has she has worked very hard this week. الفرق بين استخدام قلنا has و have sorry since و for. Since نستخدمها للتعبير عن وقت محدد. I have met many people since I came here in June. والفور نستخدمها ويا المدة الزمنية المحددة. He has studied English for a long time. كيف انه نضع صيغة السؤال؟ شلون صيغة السؤال نصيغه؟ كيف نقوم بوضع صيغة الأسئلة؟ عندنا they have الجملة الرئيسية اللي هي statement المثبتة. They had sorry they have studied the lesson very well. Have they نقدم ال have لقدام حتى نسويها صيغة استفهام. Have they studied the lesson very well? Negative. شلون نستخدم الجملة negative؟ الجملة الرئيسية اللي هي have studied the lesson very well النفي بس مجرد انه have ننفيهم haven't. إذا هنا مثلا she has إذا she has ننفي has يصير hasn't. أوكي كلمات تستخدم مع المضارع التام هي already. She has already gone. يعني هسا من نشوف بالجملة already نقول هذا نستخدمها مع المضارع التام أو معناه أو just. من نشوف just بالجملة اللي بالامتحان خاف تجيكم just for yet since already هاي تستخدمون المضارع التام. أوكي I have written the letter but I haven't posted it. عن طريقة استخدام الصيغة التالية اللي هي have you ever. عندنا have ever هي من استخدام ال ever لها استخدام. Have you ever eaten cereal? Have you ever read Hamlet? Thank you for your attention.